قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى نفسه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قضية الكون الكبرى تحقيق التوحيد. ولذلك انظر إلى الكرامات، عندما يحج المرء، اللهم ارزقنا جميعا الحج يا رب العالمين، عندما يلبي المحرم ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فيوحد الله جل وعلا صارخا بها، فالحجر والشجر يلبي معه توحيدا، كل الكون يغرد توحيدا، ما في إلا الإنسان والذي أشرك بالله العظيم سبحانه وجل في علاه. لذلك من نسب الولد لله هو يسب الله صباح مساء ليل نهار. قال: ما من حجر أو شجر إلا ويلبي معه توحيدا لتوحيد الله جل في علاه. وكان النبي يسمع المشركين هم يطوفون بالبيت يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. عندما يقول لبيك لا شريك لك يقول: قفوا قفوا هنا، هنا التوحيد، لا تشركوا بالله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: إلا ليوحدون. فالأمن التام أنت تأمن من مكر الله، تأمن من عذاب الله جل في علاه، في الدنيا في حياة طيبة، وفي الآخرة في النعيم السرمدي الأبدي. تكون بجوار ربك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أولئك لهم الآن وهم مهتدون، الهداية التامة غير منخرمة ما دام التوحيد قد استتم ولو كنت عاصيا، فإن باستتمام التوحيد تكفر هذه السيئات. ولذلك قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده لا شريك له، لله رب العالمين. لذلك قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، ثم سكت ساعة ثلاثا حتى قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أدبا فقال النبي معلما بعدما جذب انتباهه ثلاث مرات، فقال له: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حتى وإن عصى وإن زل، حتى وإن عصى وإن زل. التوحيد مانع من العذاب، من الخلود في النيران، والتوحيد مانع من العذاب من أول وهلة أيضا، من حققه دخل الجنة من أول وهلة كما سنبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يشركوا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فتمام التوحيد مكفر ومهلك للسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال عن لا إله إلا الله من قالها؟ قال: لا يسبقها عمل، ولا يترك اللفظ، ولا تترك ذنبا. كلمة لا إله إلا الله من قالها صادقا من قلبه موقنا بها قلبه، قال: لا يسبقها عمل، لا إله إلا الله لا يسبقه عمل. فالأصل توحيد الله جل في علاه، فالأصل في الذكر أيضا لا إله إلا الله، لا يسبقه عمل، ولا تترك ذنبا، لا تترك ذنبا تمحيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، وهذا في الترمذي بسند صحيح: يا ابن آدم، وإن بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك. قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك وأتيتني بقراب الأرض خطايا، كل الأرض خطايا ملأتها، أنت ملأتها خطايا، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا شرط ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، لقيتك بقرابها مغفرة. إذن استتمام التوحيد فيه مغفرة، هو يقول: إن أتيت بملء الأرض ذنوبا ومعاصي ثم عند لقائي كنت موحدا ومت على لا إله إلا الله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يبقى إذن أول مكفرات الذنوب توحيد الله سبحانه وجل في علاه، فمن استتم التوحيد في قلبه كفر الله عنه ما بدا منه من السيئات.